الآن فرصة التعايش لا شك يعني التقريب الإسلامي، الإسلامي هو الآن قائم على ساق، وهو الآن تقريبا الرسالة الجامعة بين أبناء المذاهب الإسلامية، فأصبحت المذاهب الآن متكاملة ومتداخلة، سواء كان هنا في البلاد المغرب أو كان في المشرق عندنا في عمان. فيعني الانحياز المذهبي أو الإنفراد المذهبي ما عاد موجودا، والتعايش الآن هو المطلوب. ولا شك أن الإباضية هم دعاة وحدة لا دعاة فرقة من يوم أن وجدوا، منذ عهد الإمام جابر بن زيد وعهد الإمام عبد الله بن إباض وعهد أبي عبيدة ومن بعدهم كانوا دعاة وحدة. الإمام عبد الله بن إباض رفض الخروج على النظام الحاكم آنذاك في البصرة، لأن قال يجمعنا وإياهم أصوات المؤذنين. والإمام جابر بن زيد درس عنده من الذين حملوا الفكر الإباضي ومن الذين حملوا الفكر الإسلامي الآخر. ويعني فالإمام جابر بن زيد أصبح أو صار شخصية إسلامية عالمية، وإن كان طبعا أكثر ما نقل عنه هم تلاميذه الإباضية أو الذين عرفوا بالإباضية فيما بعد. إذن الإباضية هم دعاة وحدة في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن، في المشرق وفي المغرب، في سلطنة عمان وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي غيره وفي غيرها من البلاد. وقد كانوا قبل ذلك أيضا موجودين في البصرة، اشتركوا مع مدارسها واشتركوا مع علمائها وتناقشوا معهم وتحاوروا معهم. وعندما تسنى لهم أن يستلموا قيادة الأمة من حيث الحكم أظهروا من العدالة، لعلي لا أبالغ إذا قلت ما لم يظهره غيرهم من العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، من باب الأولى من المواطنين المسلمين وكذلك من غير المسلمين. لقد يعني ضربوا أربع الأمثلة. فإذا جئنا إلى مواقف الإمام أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري في طرابلس، وإذا جئنا إلى مواقف الدولة الرستمية التي ذكرها ابن المؤرخ ابن الصغير المالكي، وإذا جئنا إلى الأئمة في سلطنة عمان أو إلى الحكم في سلطنة عمان، لا يوجد عبر التاريخ على الإطلاق أن هناك قضية تعصب حصلت من الإباضية تجاه مخالفيهم على الإطلاق، بل لم تحصل هنالك أي قضية من الإباضية فيها تعصب ضد غير المسلمين. الحاكم الإباضي أو القاضي الإباضي يعني يترافع عنده الإباضي وغيره، فأحيانا يحكم على الإباضي لصالح المخالف أو لصالح غير الإباضي. يعني لم يسجل التاريخ على الإطلاق نقطة يعني ظلم واحدة من قاض إباضي أو من حاكم إباضي تجاه غيرهم من غير الإباضية. فالإباضية في هذا المجال هم دعاتهم أهل عدل، ومن حيث المساواة هم كذلك يضعون الأمور بالتساوي. وكل هذه الأمور عرفها التاريخ الإباضي، مما يدل دلالة عظيمة واضحة على أن الإباضية يحبون العيش مع غير الإباضية، ممكن أن نقول مع مخالفي الإباضية، وهي طبعا عبارة لا ضير فيها إن شاء الله، لأن كل من لم يكن على طريقة الإنسان فهو مخالفه، وليس في ذلك عيب من حيث طبعا التعبير ومن حيث الاصطلاح. بل حتى أن الإباضية عندما يطلقون تعبير قولنا لغير الإباضية فيه تعظيم لأولئك الناس وليس فيه إهانة. فعندما يعني تذكر كتب الفقه وعند قومنا هكذا، هذا فيه تعظيم بأن القوم هو كلمة تطلق على الجمع الكثير من الناس، وهذا مصطلح أعتبره فيه تقدير كبير لغير الإباضية. لا أحب أن أطيل عليكم، فالحديث كما يقال ذو شجون وشؤون، وطبعا
طبعا العديد من المحاضرين يعني هو الآن في الانتظار والحاضرون في انتظار المحاضرات، وأنا طبعا شاركت ببحث طبعا متواضع في بينت فيه جهود الشيخ سعيد بن علي الخيري القربي، وبينت فيه ما يعني ما فضل هذه الجزيرة، جزيرة المدارس والمساجد والعلم والعلماء على وادي ميزاب وعلى عمان بزيارة علمائها إلى هذين المكانين، وما قدموه من نصائح علمية كان لها نتائجها الطيبة عبر التاريخ.